زامبيا. ويتفضل بتسليمه الجائزة معالي السيد الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة الدكتور سيدي محمد رفقي، فليتفضل مشكورا. عبد الرحمن إبراهيم وعبد الله من جمهورية الصومال الفيدرالية. ويتفضل بتسليمه الجائزة فضيلة الشيخ عبد القادر علي رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية الصومال الفيدرالية. عيسى محمد عثمان مرة أخرى من جمهورية نيجيريا الفيدرالية، ويتفضل باتصاف سونطا رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية كوت ديفوار. التجويد فاز بالرتبة الأولى القارئ عبد الرحمن موسى عبد الله من جمهورية كينيا. ويتفضل بتسليمه الجائزة فضيلة الشيخ علي محمد سليم رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية كينيا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.